السلام عليكم خوتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال ان شاء الله. تحيه الجاليه داخل الوطن وخارج الوطن. كما كتشوفوا محمد وراضيه هما معانا، جاو باش حتى هما يقولوا شي حاجه اللي كانت عندهم. وبالنسبه للقناه ديالهم راه حنا فتحنا لهم القناه، ومبروك عليهم، الله يسهل عليهم. حنا باغيين لهم غير الخير من شحال هذه، من اللي بداو معانا خدامين في القناه، وحنا باغيين لهم غير الخير، وعملنا معاهم الواجب ديالنا، وحنا حتى دابا غنكملوا معاهم الواجب ديالنا اللي هي هذه القناه باش نفتحوها لهم وندعمهم. الله يسهل عليهم كما دعمنا بزاف ديال الناس، ماشي غير ديالنا، حتى الناس ودعمناهم ودعمنا ديالنا والحمد لله. والانسان يكون هي مزيان وربي ما خيبوش، حتى هما يجربوا حدهم الله يسهل عليهم. حنا ما حاسدينهم ما حتى شي حاجه، بالعكس انا والله الا كيشرفني ومش حال هذه وانا كنقولها لهم، وهما كيسمعوني كما ذكرت لكم في الفيديو البارح، الله يسهل عليهم. وبالعكس انا فرح لهم الى دبروا على راسهم وخدموا على راسهم. ومبروك عليكم القناه، وسلم عليا. الله يسهل عليك. دابا دخلت لك ديك الطنطو، شحال هذه ما بغاش. وشوف هي كل حاجه بالاجل ديالها. السلام عليكم خوتنا المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، هانيين، كلشي بخير، ربما الله يكون كلشي بخير وعلى خير. تحياتنا لكم المغاربه ديالنا داخل الوطن وخارج الوطن. كما قال لكم خي علي، اش غنقول لكم، انا شحال هذه كنت رافض ديك الفكره ديال القناه، وما كانش عندي وعيه عيا ما يقول لي افتح لك قناه، ولكن انا كنت رافض ديك الفكره دي افتح لي قناه. ايوا كل حاجه انا اصلا ما عندي شي مع هذا الشيء، المونتاج ولا ذلك، حتى التصوير نصور، اما المونتاج ما عندي شي معاه. واخا هكا كيقول لي نعلمك ولا، المهم لا بغيت شي حاجه نوريها له. ايوا المهم دابا عاد وصل الوقت، قلنا علاش لا ما نجربوش شي حظ ما حتى حنايا، عوض ونشوفوا عوض، الى علاش لا. السلام عليكم الحبايب ديالنا، كيف انتم؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيانين، نتمنى من الله تكونوا كاملكم بخير على خير. اول حاجه كنشكركم بزاف بزاف على التفاعل ديالكم معنا وعلى الكومنتات ديالكم اللي هي مزيانه الصراحه، يعني عملتوا بالكلمات اللي قلنا لكم انا وعلي. ودابا كما كتشوفوا دابا مبروك على محمد والرادي، القناه هي هذه اللي كاينه في اول تعليق. المهم ان شاء الله يا ربي تاهما يجربوا الحظ ديالهم، الله يسهل عليهم. والحمد لله حنا كنا خوت وعنا بقاو خوت. السلام عليكم المشاهدين ديالنا، كيف انتم؟ لاباس؟ نتمنى من الله تكونوا كاملكم بخير وعلى خير، بصحه جيده ان شاء الله يا ربي. كما شفتوا دابا جينا واحد التوضيح اللي هو غيكون في الصميم ديالنا كامل ان شاء الله يا ربي. بزاف ديال الناس لا موني قالوا لي انتي كارتي الخير دعالي ودويصل، لا بالعكس انا الفضل دويصل وعالي اللي وقفوا معايا عمري ما غنساه، وكنشكر من قلبي، وحنا غنبقاو خوت حتى الموت، واي حاجه كطرا هي من الخير، وانا كنعتذر لا منكم ولا كنعتذر حتى منكم انتم من الجمهور ديالنا الكبير، الا خطينا في حقكم شي نهار نطلبوا منكم السماحه ونجربوا الحظ ديالنا. وحنا اصلا الفكره محمد ديال القناه ما كانش متقبله نهائيا، ولكن دابا جا الاجل وربي كيعطينا، امين يا ربي. واصلا القناه عالي اللي يستحق يفتح لنا قناه، حيتاش احنا بالفضل ديالو تعرفنا وبنا للجمهور وتشهرنا في القناه خي عالي ودختي ويصال، وهذا هو الفضل ديالهم وعمري غننساه، وحنا غنبقاو خوت. واصلا واحد الهضره قلت لمحمد، قلت له انا القناه الا كنت نفتح قناه ومعي بنشي معي ويصال وعلي وغنصور معاهم ما عندي ما نعمل بيها، باش هو قال لك انا صافي ما نسالي. شوفوا احنا في الحقيقه قبل ما نبداو معكم هذا الفيديو باش نكون صريح معكم مره اخرى، ذاك المشكل البسيط اللي كان بيناتنا صفيناه، صافي، ما بغيناش نحلوا الكاميرا ونبداو حنا مني منك مني منك مني منك، انا نقول هضره ويقول هضره، انا نعطيهم قدامكم لان كنحشموا ما نقدروش يسمحوا لنا. صفينا المشكل ديالنا وداك الشيء كامل اللي كان خصو يتقال بيناتنا، وعاد بدينا معكم هذا الفيديو هذا باش نكون صريح معكم، لان وضحنا بزاف ديال الحوايج اللي كان خصهم يوضحوا بزاف، وضحت بزاف ديال الامور معاهم اللي كان خصهم يخبرونا بها يقولوها لنا، وبزاف ديال الحوايج اللي تكلمنا فيهم، صفينا الخواطر الصراحه، وعاد بدينا معكم هذا الفيديو هذا. والله يسهل عليهم، امين يا رب. ما كنت انا مهديك معاهم على كلمتي باغي نفتح لهم قناه وخدموا على راسهم، انا باقي معاهم حتى لدابا، ماشي مثلا انا طلع لي الدم ولا هذه صافي عندوزهم. حنا الناس اللي الناس ودرنا فيهم الخير وما دوزناهمش، فما بالك ان ولد الاخ ديالي يعني بحال خاي حدايا ساكن حدايا ما ندوزوش، واخا يوقع اللي وقع يقرب ما بيناتنا شي واخا
واخا مثلا واخا مثلا داب زوان تصبحوا نهضروا لان احنا معنا في نهار ومع بعضنا لان باب في الباب لو كان مثلا يبعد عليا عن قدر الجانب اللي ولا جانب هو واحد وما عندي ما عنده فين يهرب وانا كذلك لان احنا ساكنين حدا بعضنا مفروقين على 30 متر. شوف احنا عائله احنا اخوت ماشي احنا اخوت تربينا مع بعضنا فين هذا مشي وفين هذا فين هذا هرب مني وفين هذا هرب منك و... احنا ما شفناش بعضنا ولا ندور شحال تلاقينا يا ما بعض المرات كيوقع ديك سوء تفاهم الانسان عاود يتحط للطابله احنا ما كنهربوش من بعضنا فاش كيوقع شي حاجه كنتحطوا للطابله كنحلوا المسائل راسنا بيناتنا باش يجي شي واحد يقلبنا على بعضنا ما يمكنش باش يجي شي واحد دخل بيناتنا راه الهضره ما كايناش الصراحه وراه حتى شي واحد معايا يدخل بيناتنا حتى شي واحد معايا يفارقنا والصراحه اهم حاجه اللي خصها تكون اللي سمع شي حاجه من هذا من هذا خصها تكون فوق الطابله بيناتنا من هنا فوق وخصوصا دابا ملي عاد فتحنا القناه. بالنسبه لواحد القضيه اخرى نسبة الراضية اللي حيت الراضية كده أعطي رأسها راحة شوية لا صحيح اللي كيعمر لك رأسك أو كيقول لك شي حاجة علينا ربي يخلصه أو الله خير علي والله خير علي إحنا ما نديو عيش إبراهيم والله عمر شي واحد أقلبني عليكم أخلطنا عليكم أما إحنا يا من تجاهكم حدا هاد الناس كاملهم كيشوفونا ربي اللي عالم إحنا هاي الحمد لله واحد القلب سليم وبيض معاكم ما عندناش شي حاجه لا شي مشكل لا شي حاجه وعدي راه حنا بيناتنا تشوف حنا بيناتنا 14 عام ديال العشره عجي عيفرقنا اليوتيوب راه ما يمكنش راه مستحيل هذه خصك تفكر فيها نفكر بها بالليل والنهار حنا العشره ديالنا ماشي تجي كامله نضربوها في الزيرو في سباد اليوتيوب راه ما يمكنش اجي القناه شحال مره انتي كتقول لنا نفتح لكم قناه شكون اللي كان رافض علي الفكره انا كنت كنقول خصني قناه ما نكذبش محمد هو اللي كان رافض الفكره ملي جا بغى القناه قلت له انا القناه لا مصورش معي فيها وصل وعلي وبنا مع بعضنا يصوروا معنا ويصوروا معنا الضحك والنشاط بيناتنا مع ما خصني بقناه الناس عرفوكم معنا ياك مشيتوا نفرض انكم نتوما هزيتوا راسكم مشيتوا عند شي واحد يفتح لكم القناه راه هاد الناس كاملين ما يبغيوش حيت انا الساعه من ديك كلشي ما يبغيش الماء وغداره كلشي ما عيبغيش ماشي راه حنا عيبقى فينا الحال الناس كاملين ديك الساعات ما نهضرش معكم حتى الموت ويسقط لي والله افتح لكم شي واحد القناه والله حياتي هضرت معاكم فينا علاش غنمشي لعند واحد يفتح لك القناه لا حنا اصلا شوف هو اللي يفتح القناه والله هو غيكون مطالع عليها هو غيكون مراقبها يعني الا كان شي حاجه هو غيتكلف بها حتى ان شاء الله يا ربي تجيكم اول خصه ان شاء الله وقمنا بها شي حفله فعلا تركي ان شاء الله يا ربي ما احنا دابا توترين كنقول لكم الجمهور ديالنا سمحوا لنا بزاف الا شفتوا شي حاجه منا ماشي هي هذيك كنطلبوا منكم السماحه وكنعتذروا راكم ديما فوق راسنا ورايكم يحترم اي واحد قال فينا شي حاجه ماشي هي يعني كل واحد كيعبر على الراي ديالو وحنا مزيانه منكم كنتعلموا يعني كل واحد عطى الراي ديالو كانت كذا كاين شحال من واحد كينصحك فشي حوايج كاين شي واحد كاين بزاف د الحوايج كنستافدو عام من الجمهور ديالنا والله يخليكم فوق راسنا دائما وتحياتنا لكم ايوا سمحوا لنا باش نفرو عمي واختي ويصال والله يسهل الامور ويسامح بالنسبه لي انا الله يسامح من القلب حتى انتم الله يسامح دنيا واخره الا شفتوا شحال من الناس سمحوا لنا وحنا كذلك الله يسامح حتى انتم ما عجبتكمش شي حاجه منا حنايا سمحوا لنا وكنعتذروا منكم حدا هاد الناس كاملين الله يسامحنا ونعتذروا منكم حدا امام العالم وهادشي اللي كان والمسامحه والله يسهل عليكم في القناه ديالكم وخدموا على القناه ديالكم وان شاء الله يكون يا الخير يكون الانسان ينوي الخير يتلقى الخير هادشي اللي كاين واهم حاجه انا قلت لك حنا اصلا من الفضل ديالكم تعرفنا في قناتك حنا حتى ما كانش القناه ديالك وانتينا فاش كنا غنتعرفوا نتعرفوا بزاف د الناس وبزاف د الناس بغاونا وحبونا الفضل ديالكم طبعا ودعوا معنا دعوا معنا و وشجعونا الله يسهل علينا وعليكم كاملين شوف حنا نجربوا الحظ ديالنا كلكم على الخير ان شاء الله تفائل بالخير راك تفائل بالخير تلقى الخير تفائل بالخير وكنعتذروا من الجمهور هو اهم حاجه كنقول لكم دائما بكم كنطلعوا بكم كنهبطوا وكنعتذروا منكم على اي حاجه تصدرت منا ليكم وانا بالنسبه لي الله يسامح لكل واحد وكنطلب منكم السماحه المره الثانيه اذا كنت غلطت بحقكم او جرحتكم شي نهار وعمري ننسى الخير بخي علي دخلت معه فرع في القناه وما نسانيش من اي حاجه عاوني في الدويره ديالي
الاصلاح ديالها، عاوني في كل شيء، وراه ما كاين كار الخير غير ود الحرام. وانا الحمد لله بنت الاصل ومربيه وعارفه شني كاين. خويا خير، السلام عليكم، سمحوا لنا الله يرحمكم الوالدين، الله يعاونكم.